الحمد لله، الحمد لله العزيز الغفار، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وكل شيء عنده بمقدار. أحمد ربي وأشكره على نعمه وفضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، فإن طاعته أقوم وأقوى، وتزودوا لآخرتكم فإن خير الزاد التقوى. عباد الله، عباد الله، تفكروا في مدة الدنيا القصيرة وزينتها الحقيرة وتقلب أحوالها الكثيرة، تدركوا قدرها وتعلموا سرها، فمن وثق بها فهو مغرور، ومن ركن إليها فهو مثبور. فقصر مدة الدنيا بقصر عمر الإنسان فيها، وعمر الفرد يبدأ بساعات، ويتبع الساعات أيام، وبعد الأيام الشهور، وبعد الشهور العام، وبعد العام أعوام، ثم ينقضي عمر الإنسان على التمام، ولا يدري ماذا يجري بعد موته من الأمور العظام. وهل عمر من بعدك أيها الإنسان عمر لك؟ فعمر المخلوق لحظة في عمر الأجيال، بل الدنيا كلها متاع، ومعنى المتاع ما يلتذ به ويتمتع به في وقته ثم ينتهي في ذلك الوقت. قال الله تعالى: إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال سبحانه: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وأخبرنا ربنا جل وعلا عن قصر لبث الناس في قبورهم إلى بعثهم للحساب بأن هذه المدة الطويلة كساعة. قال تعالى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. وقال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وقال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فما عمرك أيها الإنسان في هذه الساعة التي أخبرنا الله تعالى عنها أنها كمدة الدنيا عند قيام الساعة؟ فهذه الساعة التي هي كمدة الدنيا كقطرة من محيط الزمن السرمدي الأبدي، فطوبى
فطوبى لمن عمل في عمره القصير الصالحات، وهجر المحرمات، وحذر اتباع الهوى وطرق الغي والضلالات، ففاز في حياته بالخيرات، وفاز بعد موته برضوان الله في نعيم الجنات. وويل لمن اتبع الشهوات وأضاع الصلوات والواجبات واقترف الموبقات، فسقط في طبقات جهنم، فصار طعامه الزقوم وشرابه الصديد والحميم، يا من أطغته صحته فعصى، يا من أفسده فراغه فلهى، يا من فتنه ماله فتردى، يا من اتبع هواه فسقط وهوى، يا من غره شبابه فنسي البلا، يا من استعان بنعم الله عليه، يا من استعان بنعم الله عليه فتمرد وطغى. ألم تعلم بأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه شديد العقاب؟ أما توقن بالموت وما بعده من الحساب؟ يا من جرأه على ربه فسحة الأجل وبلوغ الأمل حتى اختطفه الموت، فأنى له أن يرجع إلى الدنيا ليصلح العمل؟ أما آن لك أيها الغافل المعرض العاصي أن تتوب إلى ربك وتنيب؟ أما آن لك أن تستيقظ من هذه الغفلة المطبقة وتستجيب؟ ألا تعتبر بالقرون القوية الخالية ومساكنهم الخاوية بعد غرسهم أنواع الأشجار وإجرائهم الأنهار وبنائهم الأمصار، كيف صاروا بعد عين أثرا وبعد عز خبرا، وكيف نقلوا من القصور إلى القبور، فأصبحوا مرتهنين بالأعمال، فأصحاب الحسنات هم الفائزون، وأصحاب السيئات هم الخاسرون النادمون. وهل للموت من راد؟ وهل غير القرآن من هاد؟ إن في إقبال يوم وعام وإدبار يوم وعام لعبرا، فيوم تخلفه لا يعود، ويوم تستقبله فيوما تخلفه لا يعود، ويوما تستقبله حتى ينتهي الأجل وينقطع العمل. قال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. فاعمل لدار الخلد التي لا يفنى نعيمها ولا ينقص، بل هو في مزيد، لا يعتري شباب أهلها الهرم ولا يخافون السقم. قال تعالى فيها: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال تعالى: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. واتقوا النار التي لا يفتر عن أهلها العذاب،
اتقوها بامتثال أمر الله الأكيد واتقاء غضبه الشديد. قال تعالى: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. فاعملوا عباد الله، فاعملوا عباد الله لهذه الجنة العالية، واحذروا الذنوب التي تلقي بصاحبها في النار إلى الهاوية. واعلموا أنه ليس بين الإنسان وبين الجنة أو النار إلا الموت. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنظرون إلا إلى فقر منس أو غنى مطغ أو مرض مفسد أو هرم مفند أو موت مجهز أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي. وفي الحديث: أكثروا ذكر هذه من لذات الموت، فإنه ما ذكر في قليل فإنه ما ذكر في كثير إلا قلله، ولا في قليل إلا كثره. وقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالموت واعظا، فاستودع أيها المسلم أيامك بما تقدر عليه من الحسنات، واحفظ صحيفتك من السيئات. قال الله تعالى: وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي يعلم السر وأخفى، قائم على كل نفس بما كسبت، يحصي الأعمال ويجزي عليها الجزاء الأوفى. أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله المجتبى. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمدٍ وعلى آله وصحبه ذوي الحلم والتقى. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى، وتمسَّكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. عباد الله، إن الله قد فتح لكم أبواب الرحمة بما شرع لكم من فعل الخيرات وترك المنكرات، فلا يغلق أحدٌ على نفسه باب الرحمة بمحاربة الله بالذنوب، فقد قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. واغتنم أيها العبد زمن العافية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. رواه البخاري ومسلم. أيها المسلمون، قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم:
من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، وصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، اللهم وارض عن بقية الصحابة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وسلم تسليما كثيرا على النبي نبينا محمد وعلى النبيين صلى الله وسلم عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمشركين يا رب العالمين والملحدين والمنافقين، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان يا رب العالمين. اللهم أظهر دينك الذي ارتضيته لنفسك على كل دين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أذل البدع، اللهم أذل البدع التي تضاد دينك الذي ارتضيته لنفسك وارتضيته لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أذل البدع كلها إلى يوم الدين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. أنت القاهر فوق عبادك العزيز الحكيم. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك اللهم حسن الخاتمة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أبطل مخططات أعداء الإسلام، اللهم أبطل مخططات أعداء الإسلام. اللهم إنا نسألك أن تهدم مخططاتهم يا رب العالمين، فلا يصلون إلى الإسلام بشيء، إنك على كل شيء قدير. اللهم أبطل مخططات أعداء الإسلام، اللهم أبطلها يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه، اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه، واحفظ جنودنا واحفظ حدودنا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، اللهم وفقه لرضاك يا رب العالمين. اللهم انصر به دينك، اللهم انصر به دينك، اللهم وفق ولي عهده، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولي عهده لمرضاتك، اللهم وفقه للعمل الرشيد والرأي السديد. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن ترزقهم البطانة الصالحة دائما التي تعينهم على الخير والتي تدلهم عليه، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن توفقنا لما تحب وترضى، استعملنا في الصالحات وجنبنا المنكرات يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.